صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 68 لسنه 2022 بتعيين مدراء في وزاره الاشغال وذلك بناء على عرض وزير الاشغال جاء فيه يعين في وزاره الاشغال كل من السيد محمد صالح احمد عاشير مديرا لاداره الموارد البشريه السيده دلال عبد العزيز محمد العريض مديرا لاداره المشاريع الاستراتيجيه السيده فاطمه جعفر احمد ناصر مديرا لاداره تخطيط ومشاريع الصرف الصحي السيد عبد النبي حسن علي الكوفي مديرا لاداره تشغيل وصيانه الصرف الصحي